القوة دي بتأثر على جسم فبتنقله مسافة معينة. هتنقله بعد زمن معين مثلا مسافة مقدارها إيه؟ كده أقدر أقول إن في ورك دان. مفيش حاجة برضه اسمها ورك دان بس، المفروض نقول ورك دان باي أخوص. لازم عايزين نتعود على الكلمة دي. الشغل المبذول عن طريق قوة. الشغل مبذول بس كده طب مين اللي بذل الشغل ده؟ لازم نقول ورك دان باي أخوص. دي مهمة باي أخوص. لازم يكون في إيه؟ لازم يكون في قوة. إمتى يبقى في ورك دان؟ لما يكون في مسافة بنتحركها بحيث يبقى عندنا فورس، عندنا سيستم جسم معين بيتحرك مسافة إكس. هنا أقدر أقول إن في ورك دان. بنعرفها بإيه؟ بدبليو. ده الواي كونديشن كده اكس اكس هو ده الورك دان. فده مش هيبقى لازم يبقى في فورس، لازم يبقى في مسافة، وإلا ما يبقاش في ورك دان. الورك دان باي ذا فورس اف ايكوالز تو تساوي الفورس في المسافة اللي اتحركها بالجسم. لو افرض ما اتحركش يبقى مفيش ورك دان. افرض مفيش ورك أصلا، افرض مفيش فورس أصلا، مفيش فورس يبقى مفيش ورك. طيب احنا هنا خدنا حاله خاصه قوي، ان انا الجسم موجود وانا بزقه في اتجاه افقي فبيمشي بيتحرك مسافه اس. مبدا ايه؟ الوحدات بتاعته ايه؟ بتاعته اظن الفورس وحدتها ايه؟ نيوتن. والاس ده مسافه وحدتها متر. كل حاجه بقى معرفه يبقى الدبليو عباره عن ايه؟ نيوتن متر. نيوتن متر ده دي حاجة معرفة، يونت معرفة، اسمه ايه؟ اسمه الجول. الوحدة المعرفة دي وورد اسمها الجول. الجول عبارة عن نيوتن متر. نكتب كل حاجة كده. دبليو وورد دان باي فورس. Work done by force. الاس اللي هي الإزاحة اللي حصلت نسميها displacement بالمتر. يبقى الفورس حركت الأوبجكت مسافة اس، ده الأوبجكت اللي هو الجسم. تمام شباب؟ طيب افرض الفورس دي ليها زاوية معينة، ايه التعريف بتاع الفورس؟ بص بقى قال لك ايه؟ انت عندك الاوبجكت اهو بتتحرك مسافة بس مش نتيجة الفورس في نفس الاتجاه. الفورس كانت واخدة مثلا زاوية معينة بتتحرك برضه نفس المسافة. يبقى يا ترى هل التعريف هو نفسه؟ ولا تعرف يا شباب؟ باي كونديشن تعرف باي كونديشن التعرف يبقى الفورس اللي هي في نفس الاتجاه الديسبليس. حاجة إضافية بقى كده. احنا قلنا من شوية إن الورك هو الفورس بتأثر في المسافة. تمام. لكن لو الفورس فيها زاوية نزيد بقى تعريف اللي هي الفورس اللي هي في اتجاه المسافة بس. هي دي بتشتغل معاها. هي دي بتعمل الورك. يبقى الورك في حالة دي تساوي كام؟ لو حللنا القوة حللنا اف ساين ثيتا واف ساين ثيتا. فيطلع لك ايه؟ اف كوزاين ثيتا مضروبه في ايه؟ مضروبه في اس. طب دي ديفينيشن يا شباب. يعني كده باي ديفينيشن هو ده التعريف بتاعنا. يبقى تعريف الرول لما يكون الفورس فيها زاويه مع الازاحه يبقى اف كوزاين ثيتا اس. ليه نقدر نكتبها في الصوره اف اس كوزاين ثيتا؟ ليه انا كتبتها كده؟ عشان تبقى صورة معروفة بالنسبة لك. الصورة دي عبارة عن ايه؟ دوت برودكت. خدت في الالكتريك دي حاجتين، الدوت برودكت
فورس دي فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور اف فيكتور. فطالما يبقى اف اس كوزاين تيتا ده فيكتور ولا فيكتور يبقى نقدر نجيبها ازاي؟ ونادي كمان سكيلر يعني جاهزه متوضبه جاهزه. فنقدر نكتب الفورس الدبليو سكيلر اف دوت ايه؟ اف دوت اس. هو ده التعديل بتاعنا. تعريف الورك تاني. الورك ده نوع من الطاقة، انتقال الطاقة، هنعرف التفصيل دلوقتي ازاي بتنتقل. التعريف الرئيسي الفورس في المسافة، قوة في المسافة. اليونت بتاعته جول، لو كان بيعمل زاوية مع الحركة يبقى بنحلل الفورس اتجاهين اف كوساين تيتا واف ساين تيتا. باي ديفينيشن الديفينيشن بتاعنا بتاع الورك اف كوزاين هو ده الديفينيشن الاصلي. لما تلاقوني عملت العلامه اللي هي الثلاث علامات دي تساوي ده الديفينيشن بتاعنا فيزيكالي هو ده الديفينيشن. يبقى بنعرف الدبليو اف كوزاين تيتا في السبليس اف فيطلع لي تو فيكتورز في كوزاين الزاويه ما بينهم. خد بالك الاف اتجاه فين؟ ناحيه اليمين اهو، هو الاف ماشي ناحيه اليمين والفورس ماشيه في زاويه. لو كانت الفورس كده هنشوف بقى يبقى ممكن لو انا واخد الاتجاه ناحيه اليمين يبقى الزاويه دي هتبقى ازاي؟ هتبقى زاويه كبيره. لو انا واخد الاتجاه ناحيه الشمال يبقى الزاويه صغيره. وهكذا ازاي بتحدد الفيكتور بدقه يعني؟ بتاعي في الكريست مركز في الحته دي اكتر كمان ازاي تحدد الفيكتور كاتجاه؟ فالاف ده ديسبيسمنت انت هتحدد الحركه. ممكن لو هو بيتحرك يمين تاخد الديسبيسمنت ناحيه اليمين، تحرك شمال تاخدها ناحيه الشمال، تحرك فوق تاخدها فوق، تحت تاخدها تحت. ممكن تحرك فوق وتاخد انت الديسبيسمنت، تحرك فوق وتاخد الديسبيسمنت تحت، تبقى تعمل حسابك في الاشاره يعني مش مشكله. بس اهم حاجه لازم ايه؟ توضح اتجاه الديسبيسمنت. يبقى ده اتجاه الاس كفيكتور وده اتجاه الفورس كفيكتور. باي ديفينيشن الورك اف كوزاين تيتا مضروبه في الاس. نرجع بقى الكلمه اللي قلتها في الاول، مش كل مجهود يعتبر شغل في الزياده. يعني ايه الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا انا شايل القلب اوكي، يبقى في قوه فين؟ ها؟ من فوق، انا شايله من فوق اهو. لان هو ليه وزن، الوزن بتاعه تحت، صح كده؟ فانا عشان اخليه متزن بعمل ايه؟ انا كده بذلت جهد لفوق، بذلت قوه لفوق، صح كده؟ لو انا ماشي كده، هل في شغل مبذول؟ هل في شغل مبذول بايدي اللي انا تعبان بيها دي؟ لا ما فيش شغل مبذول. ليه بقى؟ القوه اللي فوق صح؟ القوه اللي فوق وانا ماشي قدام يبقى اللي تحت ايه؟ اللي تحت قدام. القوه فوق يبقى الزاويه كام؟ 90. وزاويه 90 بكام؟ اه وزاويه 90 بكام؟ امال ايه المجهود اللي انا عمال ابذله ده؟ ده مش شغل. ما اسموش شغل. ما اسموش ورك دايم. مفيش ورك ده اصلا. خلاص دي نقطة مهمة ولا تاني. يعني لو أنت شايل حاجة فاكر نفسك بتبذل مجهود. صح؟ ما أنت فعلا بتبذل مجهود عضلاتك متوترة. لكن في الوقت نفسه الفورس لفوق وأنت ماشي قدام. فالزاوية 90 ده معناها إن الدم صفر أصلا. فتلكني مفيش ورك. في الحياة العامة يعني بنقول أه أنا بذلت مجهود. لكن هو في الحياة بيحصل إن العضلات بس انما ده ما يعتبرش شغل في الزياده. ولذلك احنا عرفنا ان الفيزيكال يعني اول كلمه انا كتبتها فيزيكال. احنا كما توقعت بس صعب فورس مثلا مفيش رياكشن. هو انا خايف
انت تبقى كام؟ انت تبقى 90. مضى مع 90 بقى. مضى مع 90. خلاص؟ احنا عندنا الدم تبقى صفر لو الاف صفر، الاف بصفر او الثيتا موجب مع 90. دول الثلاث حاجات اللي ما فيهمش ده. طب كده عندنا برضه مشكلة في الايه؟ نتبع عن دوت برودكت. الدوت برودكت انتوا خدته ممكن يبقى وصف ممكن يبقى نجاح. ممكن يبقى صفر. احنا كده درسنا لما يبقى صفر. هو ممكن يطلع وصف وممكن يطلع نجاح. ففهمت ليه؟ امتى وصف وامتى يبقى نجاح؟ هو ايه؟ هنسميه اف
نتيجة الحركة دي، نتيجة محصلة الحركات اللي هو نشأة القرن بنسميها الهدى كام مثلا، ناخدها بتمثيل نيوتن. قوة الاتجاه هناخدها ب 50 نيوتن. قوة الشد اللي انا مشيت بيها هاخدها ب 100 نيوتن. الويت ام جي مش عارف القيمة بتاعته، تعرفوا ليه كمان شوية. الاف ام هي نفسها ام جي بس العمود ناحية التانية. الثيتا اللي هي ضربة الشد دي هاخدها ب 40. نتيجة الكلام ده حصل حركة فالبروك ده اللي هو السيستم راح فين؟ راح ناحية اليمين مسافة مثلا 2 متر. يبقى مثلا المسافة طيب هل في حاجة اسمها الورد دون بس كده؟ لو قلت لك فايند الورد دون كده بس مفيش حاجة اسمها ده. طيب مين؟ ده هنا انا عملت ايه ده؟ ده في ورد دان باي اف تي، في ورد دان باي اف ان، في ورد دان باي ام جي، في ورد دان باي اف فريكشن. المفروض تاخد بقى الاربعه دول وتشوف المحصله بتاعتهم هتوديك فين. تمام كده؟ لكن جنرالي احنا معانا ايه؟ معانا الاربعه قوه، يبقى في ورد دان بالاربعه دول. ما ينفعش اقول لك ان انا فايند الورد دان. اتفقنا على كلمة مهمة أوي، لأن لما أقول لك الورد ده يبقى الورد ده باي إيه؟ الورد ده يبقى اللازم بتاعة الاف بي بيساوي الاف بي بالاف في كوزاين ثيتا اللي هي كام؟ اللي هي 40 تطلع كام تقريبا؟ 153 153 و2 من 10 ها؟ وده ايه؟ جول. تمام كده. لا احنا طريقة الحل هي دي اللي انا عايزك تشتغل بيها. الدبليو بتاعي الاف ان يجي تساوي كام؟ اف ان في اف وظهر كام بقى؟ الدبليو بتاعت الام جي بيساوي الام جي مطروح الاف كوزاين كام بقى؟ كوزاين ناقص 2 ناقص 2 او 270 ناقص 2 مش هتفرق طبعا لان هتطلع بالزيرو في الاخر. طيب الدبليو بتاعت الاف فريكشن بتساوي الاف فريكشن اللي هي 50 في الاف وكوزاين كام بقى؟ هو ماشي ناحيه اليمين فريكشن ناحية الشمال يبقى الدواء 180 درجة. فتطلع كام بقى؟ دي تطلع غريبة شوية، يعني هيطلع 50 في 2 100 وده ناقص 1 يبقى ناقص 2 ناقص 100 جول. فكر بقى ايه الكلام ده كله معناه ايه؟ ده المهم في المثال اللي انا هديه دلوقتي. ايه المعنى في الدنيا؟ بص يبقى دي طاقة رايحة لل لوك ده هتعملوا ايه الطاقه دي؟ هتحرك طب طاقه طاقه حرك مثلا يبقى هتتحول لطاقه حرك. احنا ان شاء الله يعني كل ما هنتقدم في المنهج هنعرف اكتر، هنعرف اكتر ان الشغل ليه علاقه وثيقه بطاقه الحركه. لكن فكر كده احنا فاهمينها من غير حتى ما نجيب معادلات رياضيه. اه طبعا ده انا شلته فهيتحرك ده طبيعي. طب الفريكشن ليه نيجاتيف؟ ايه الفيزيكال مينينج بتاع النيجاتيف؟ ان هو عكس الاتجاه فبيعمل ايه؟ بيحد الحركه، بيقاوم الحركه. يبقى دي انرجي لوس، دي انرجي مفقوده للاخر. ولذلك التوتال هيطلع كام؟ التوتال انت ما بتتحركش ما بتديلوش 153 كلهم، كام بيضيع منهم؟ على الاقل في 100 ضايعين منهم. فيبقى لك كام؟ يبقى لك 53 بس. فالدبليو نت اللي هي النت على بعضها كده
محصله ان انت يا جماعه المحصل الدبليو بقى الورد المحصل كله على بعض يبقى ده زائد ده مجموعهم مع بعض يعني فيدي كام؟ 53.2 جول. يبقى الورد التوتال اللي انت عملته متهيئ لك ان انت بدات من 53 بس للاسف في فريكشن شد منك سحب منك طاقه يعني انت كان الطاقه عندنا ايه انبوت واوت مدخل ومخرج. انت بتدخل 153 فاكر ان انت هيطلع لك 153 لا ده في فريكشن شد منك سحب منك طاقه مضاره 100 فبقى لك كام؟ المحصله النهائيه بقى لك 53 جول. هي دي المسؤوله عن الحركه بتاعت البلوك ده تمام كده؟ كل ده في سؤال لا مش شرط متاكد لا ما هو خد بالك ان رد الفعل المحصل بقى هتتكلم دلوقتي عن رد الفعل المحصل ده ده معناه ايه في الزاويه دي ده موضوع تاني لا رد الفعل دايما لو هو ابتدائي متزن استاتيكيا قبل ما اعمل حركه طالما في ان جي يبقى في رد فعل ابتدائي على طول بيساوي في المقدار تماما لازم مفروض في الميكانكس ان شاء الله انتم حاجه بقى الحاجات دي يعني اكثر حرفيه كمان ثانوي كتير طبعا خلاص طيب سيبك من القواعد اللي كنت بتاخدوها في ثانوي في قواعد كده المفروض تحفظوها بلاش منها فدلوقتي الدبلة المسؤولة عن الحركة مقدارها كام؟ 53. طب افرض القوة دي بقى يا جماعة ما كانتش 100 يعني وانا بحرك الجسم ممكن احركه زي عربية مثلا عربية البطارية بتاعتها واقفة بنعمل بيها عشان شغالة تقعد تزق طيب وانت بتزق بقى كده هل بتزق دايما مستقيم كده ثابت على طول؟ بس تيجي في الاول بتعمل ايه؟ تبقى بالراحه بعد كده تقعد تزق جامد وبعد كده هي بتشتغل فانت الزق بتاعك بيبقى بسيط صح ولا لا؟ فهنفترض ان القوه كده بتتغير مع المكان صح ولا غلط؟ القوه بتتغير مع المكان يعني القوه مش ثابته بقى طب اجيب الورك ازاي؟ تعالوا نشوف يعني مثلا هنفترض انك بتزق عربيه فانت زقتها اهو 100 نيوتن مثلا وبعد كده رفعت القوه بتاعتك فقعدت تجري كده شويه فجيت شايل حيلك بقت 150 مثلا فدقيت العربيه متر دقيت اكتر قوه اكتر دقيتها متر كمان بعد 3 متر خلاص هي بتبقى اتحركت فالقوه بتاعتك بتقل كده يا جماعه بس تغير القوه مع المتر في اخر متر قوتك بتبقى ضعيفه صح كده؟ هنفترض مثلا الشكل ده يبقى القوة كام؟ 100 150 200 ونزلت مثلا دي أرقام تكاملية كده بقت 20 مثلا خلاص؟ فكده القوة بتتغير مع المسافة يعني أنت المسائل المثال اللي فات كنا بنقول إيه؟ بشد قوة معينة ثابتة مع المتر. هنا بقت القوة متغيرة مع المتر. يبقى العنوان بقى ندي عنوان للحتة دي. الورد ده باي مباني الفورس. خد بالك يا شباب انت بتذاكر انت ممكن تذاكر حاجة نظري فتبقى العملية صعبة بالنسبة لك شوية، هو تقرا تاني نظري اللي هي صعبة برضه. ما تتعبش نفسك كتير يعني حل ما تهلكش هتلاقي العمليه افضل. يعني ساعات ممكن الواحد يذاكر في المساله باي تامر. يذاكر في المساله. يعني حاجه زي دي ده عنوان الورد ده باي افاليت فورس هتلاقي في الكتاب مثلا مشروع الطريقه التكامل البدايه بتاعتها صعبه شويه. فتيجي تقرا التكامل انت لسه ما خدتش التكامل في الماس صح؟ فبتديك تاخده لسه مفيش مشكله كبيره. فتيجي تقرا ده تاني تلاقي التكامل مظلوم انت بالتكامل. فحلوة الآلة تلاقي العملية أسهل مما تتخيل. فهي القوة بتتغير زي ما انت شايف القوة بتتغير. فازاي يجيب الورد؟
بتاع القوه دي على طول المسافه كلها بجيبها واحده واحده صح كده؟ يعني 100 في 1 مثلا لو حصلت حتى المسافات مش ثابته نفترض ان دي 1 متر ودي 1 ونص ودي 2.4 مثلا ودي 3.2 مثلا يبقى كده الوقت نفسه في اللحظه دي في المنطقه دي كام؟ ها؟ القوه في المسافه 100 في 1 وانا جاي في نفس الاتجاه يعني كان عندي عربيه اهي عربية وانا في نفس الاتجاه في واحد هنا اهو دي واحدة يبقى القوة فين؟ لو الراجل ده عمال يدور كده العربية ماشية الإنت أو إنت يا شباب يعني خد بالك تعال ما تبقى إنت ساعات ما تبقى إنت مش مشكلة هي ديسبليسمنت يعني إزاي حصلت ممكن نسمعه هو لو هي في اتجاه الإيه؟ لو هي في اتجاه الأم يبقى الراجل ده في المسافة دي بيزوق قوة مين؟ يبقى الشغل كام؟ 100 بوينت في المسافة دي بيزوق 150 يبقى الورك كام؟ 150 في نص خلاص كده لما بنقلها نص بس في المسافة دي قوته قوية 200 بقى كام؟ 9 من 10 يبقى 209 من 10 الورك الشغل المجهول في المنطقة دي ها في المنطقة دي اللي هي 8 من 10 بقى كام؟ 20 فاضل ايه المحصلة ولا لا؟ يبقى كده الدبليو توتال عبارة عن ايه؟ أجزاء 100 في 1 زائد 150 في نص زائد 200 6 من 10 زائد 20 في 8 من 10 يبقى انا كده قدرت ايه؟ قدرت اجيب الورد صح؟ باي اغاليم الفرصة اللي هي الورد نمبر اغاليم الفرصة عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اعمل الفورس منطقة منطقة لان الفورس متغيرة اصلا طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان الفورس متغيرة تغير كيرف يعني في دالة او عملية صعبة شوية يعني ممكن تبقى الدالة اكس ترجيع ممكن تبقى الدالة اكس تكعيم ممكن تبقى كوساين دالة صعبة شوية فازاي نتعامل مع الوضع ده؟ بص بقى لو عندك قوة هنقول حصة صعبة شوية هي حصة رياضة هحطكم إن شاء الله شاطرين فيها جدا على نهاية الترم ده اللي هي قوة بتتغير بالشكل ده بقى كده اه دي صعبة طب ودي هنعملها ازاي؟ نسيب الوقت اه هي التكامل بقى انا عايز اركب الجير يعني العربيه بدا من هنا اهي حتى ممكن بلاش بدا من هنا احنا يعني عندنا ناخد حالة عامة شوية بدا من هنا بدا من S1 وهنبتدي لغاية S2 يبقى انا بدوق عربية من S1 لS2 بس وانا بدوقها مش بالطريقة البسيطة بقى اللي هناك دي 100 150 220 لا ده كل لحظة كل نقطة كل مسافة ليها قوة معينة هي دي المشكلة يعني هنا مثلا 50 ابتدى 50 وبعد كده بعدها لحظة بقى 50 52 53 54 نقطة نقطة كل سنتي كل ملي القوة بتتغير يبقى مش هقدر اعمل هناك ولا اقدر اعمل ها؟ لا نقدر نعمل يعني بطريقة يعني تحيز رياضي شوية هنعمل ايه؟ عشان نجيب الورد القوة دي هختار نقطة معينة مثلا النقطة دي القوة فيها قيمتها كام؟ هنسمي النقطة دي نوع اي فاكر معايا شباب عشان في حاجات مهمة قوي النقطة دي نسميها اي يبقى القوة اسمها ايه؟ مثلا اكس ار والمسافة كام؟ اكس ار بس احنا هنا بقى هناخد مسافة صغيرة
هنا كنا بناخد مسافات كام؟ متر بقى ونص وحاجات كده. هنا هناخد مسافه صغيره قوي لان احنا اتفقنا الورك ده لازم يبقى فيه ايه؟ ازاحه والا ما يبقاش فيه ورك ده. يبقى الورك ده باي فورس لازم يتبعه ايه؟ لازم يتبعه ازاحه ولو كانت صغيره حتى. فانا هاخد ازاحه صغيره جدا 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 ما هنزلها. واحد يقول بس الدلتا اكس القوه هتكون اتغيرت. معلش ما هو ده التحرك الرياضي بقى. مضطرين. خلاص شباب؟ ليه مضطرين؟ لان الورك ده ايه؟ عباره عن فورس في مسافه، لو مفيش مسافه مفيش ورك ده. يبقى انت عشان تيجي الورك ده عند اللحظه دي عند المسافه دي هتاخد مسافه صغيره وتعتبر ان الفورس ثابت زي ما عملنا هناك، بس الفورس ثابت كانت باينه هنا. طيب اللي قبلها هكذا برضه، يعني اي نقطه من دول اهي هعتبر ان القوه ثابته واخد مسافه دلتا اكس. شايفين الايرور؟ في ايرور بسيطه اهو. لان انا معتبر ان القوه ثابته. هاجي النقطه اللي بعدها واعمل ايه؟ وياخد دلتا اكس. النقطه اللي بعدها اعتبر القوه ثابته وكانها ازاحت الجسم مسافه دلتا اكس. النقطه اللي بعدها ازاحت الجسم مسافه دلتا اكس. امتى الكلام ده يبقى دقيق؟ لما الدلتا اكس تبقى صغيره جدا 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 تقول الى الصفر. يعني لو الدلتا دي تقول الى الصفر كده اقدر اقول كلامنا صح 100%. لان لو الدلتا اكس تقول الى الصفر يبقى كده النقط بقت قريبه قوي من بعض. يبقى عايزين نقارن ما بين المثال السهل ده والمثال الصعب ده. المثال ده كانت القوه ثابته عند مسافه معينه. اجيب الورك اضرب القوه في مسافه بس سهل جدا. هنا هنعمل نفس الحركة بدل ما الترب يبقى صعب كده منحنى صعب بالشكل ده، لا احنا هناخد نقط نقط وكل نقطة هاخد لها مسافة دلتا اكس صغيرة. ده الابروكسيميشن، ده التعديل البسيط أو الحاجة التقريبية اللي احنا بنحاول نعملها عشان نوصل للورك التوتال الورك كله ده على بعضه. فبالنسبة لنقطة اي، بالنسبة لنقطة اي لوحدها يبقى الدلتا اي بكام؟ لوحده الصغير ده عبارة عن ايه؟ قطع اي دلتا اكس. تمام كده. طب انت هتحسبه كده نقطة؟ العملية هنا صعبة قوي بقى. انت عندك ما لا يقل عن ايه؟ مليون نقطة بس عشان تبقى حاجة قوية. ويا ريت يبقى 100 مليون. عشان كل ما تزود أكتر اللي بيحصل الدلتا اكس بقى هتكبر. تمام؟ انما لو كانت مثلا ثلاث حاجات بس هيبقى الابروكسيميشن تعبان قوي، هيبقى تقريب ضايع. ثلاث نقط يعني هتاخد هنا وهنا وهنا، ما ينفعش. يبقى احنا محتاجين ايه؟ عدد نقط كتير قوي. طيب ازاي تجيب ال W من عدد النقط كتير دي؟ بتعمل ايه بقى؟ تعمل حاجه اسمها فورميشن، تجميع. هجمع من اول النقطه الاولانيه دي لغايه النقطة الأخرانية، يعني أول واحد يا سلام لو ما نهاية، يعني مش هنقدر طبعا ما نهاية، لغاية عدد إن بقى، الإن ده كبير أوي أوي. بتجمع إيه؟ القوة، طبعا القوة دي بقى إيه؟ مضروبة في إيه؟ مضروبة في دلتا إكس، فكل نقطة دي القوة بتاعتها. النقطة دي القوة بتاعتها 50، المسافة بتاعتها كام؟ دلتا إكس. النقطة اللي بعدها الاف بتاعها كام؟ 51 في دلتا اكس برضه. اللي بعدها 52 في دلتا اكس، 53 في دلتا اكس، 54 في دلتا اكس، وهكذا. تقعد تجمع بقى كل ده، كل ما النقط زادت كل ما الدقه تبقى ايه؟ كل ما الدقه تبقى اكبر. طيب يعني هل رياضيا الكلام ده مظبوط كده ان انا اجمع الاف المرات؟ ما هو ده الحل بعملها كده؟ قال لك لا بقى. احنا دلتا اكس نفسنا تبقى ايه؟ نستنى تبقى كيلو. فواي ديفينيشن الناس بتوع اليوم جم عرفونا الحركه دي، قال لك هو ده التكامل يا جماعه، هو ده التكامل. ان الدبل الثابت بدل ما تقعد تعمل فورميشن وتفهم نفسك، لا كامل. تكامل اف اوف اكس دي اكس يديلك الناتج على طول. اعتقد التكامل يعني تقدر تجمع صح؟ يعني تكامل اكس كام؟ تكامل اكس دي اكس بتزود اكس على 2، ما هو ده التكامل. اكيد خدتوش اسم التكامل، ما خدتوش اسم تاني.
فيبقى التكامل مثلا بتاع اكس كويس ها يبقى اكس تكعيب ها بنقسم بقى على الاس الجديد على 3 تكامل 3 اكس تكامل 3 دي اكس يبقى 3 اكس تكامل ناقص 4 ناقص 4 اكس وهكذا. في تكاملات سهلة يعني مش هنجيب لك تكامل صعب. في تكاملات بقى ان شاء الله هتاخدوها في الرياضة تكامل كوزاين. تكامل كوزاين اكس دي تكامل تاني. طب تكامل تاني على كوزاين تربيع هتاخدوا حاجات خرافية. يعني منهج الرياضة هتاخدوا تكاملات الصبح. فاحنا احنا بنتبنى يعني في الفيزيكس عشان انتوا لسه بداية التكامل مش هنراقبه في الموضوع ده الأول. الدوال بسيطة يعني إيه؟ 3 إكس 2 إكس زائد 4 حاجات سهلة يعني. أيوة طب ثانية واحدة أيوة إحنا الدلتا ما هي الدلتا لما تقول الصفر الناس بتوع الرياضة سموها دي إيه؟ تمام؟ كلمة دي ده يعني معناها ان الدلتا تاخد الى الصفر فهم تموها دي. ايوه ما هو هنحاول بقى اللي هيحصل دلوقتي لسه في حته في خطوه كمان. ايوه نعم حاول يا ريت ناخدها بالارقام 50 51 52 53 لغايه ما توصل ل 60 او ما توصل ل 60 تبقى 59 58 وهكذا لغايه ما توصل مثلا ايه ل 54 يعني ابتدت ب 50 وصلت ل 60 انتهت كام؟ 54. فاحنا عايزين نجيب الورك بتاع القوه دي عشان تحرك العربيه من اس 1 ل اس 2 صح كده؟ ما انت عايز الورك من فين فين؟ خد بالك انت عايز حاجه محدده انت عايزها من اس 1 اس 2 يعني ما ينفعش تجيبها من صفر المدى النهائي لا العربيه اتحركت من اس 1 لاس 2. طيب الطريقه ايه؟ الطريقه المثال اللي حليناه كان بيديلك فورس بتحركه مسافه طويله هنا الفورس ما بتلحقش لانها بتبقى 50 وفجاه بتبقى 51 فجاه بتبقى 52 وهكذا. فايه الحركه اللي بنعملها عشان نتغلب على المشكله دي؟ من اول اس 1 لسه حاول حاجه لسه نصبر عليها. طيب فدلوقتي هناخد يا جماعه نقطه واحده النقطه دي القوه بتاعتها كام؟ اف 1 هاخد مسافه بقى صغيره كان الاف اي دي حركت العربيه مسافه دلتا اكس تمام كده؟ واجي النقطه اللي بعدها الفورس هتتغير احنا اتفقنا دي هتبقى مثلا 57 اللي بعدها 56 اللي بعدها 55 وهكذا كل نقطة القوة بتاعتها متغيرة. لكن بتحرك هنفترض إن المسافات اللي بتتحرك إيه؟ ثابتة دلتا إيه؟ هثبت المسافة. يبقى أنا لو قدرت أجيب الورك بتاع الحتة دي زائد الورك بتاع الحتة دي زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده كل ده مقصوص مع بعض يدي إيه؟ يدي ده كلها ده بالتوتال صح كده؟ يبقى ده بتاع حاجة واحدة تساوي إيه في دلتا إيه؟ زي ما عملنا في المثال دايما هفترض المثال أهو كنا بنعمل ايه؟ ها جبنا الاف في المتر هو ده اللي انا بعمله شغل ها الاف في المتر زائد الاف في المتر زائد الاف في المتر ده اللي انا بعمله بالظبط الفورس في المتر زائد الفورس في المتر زائد الفورس في المتر وهكذا بس انا ثبت المسافه خليتها ايه؟ خليتها دلتا اكس. التجميع ده اسمه سميشن بنسميه سميشن تجميع. يبقى انت معنى العلامه دي ايه؟ مجموع يعني خلي الاي معلش بقى نحط دي اي ارفع اي حط الاي بواحد يبقى دبل كام؟ اف 1 دلتا اكس زائد حط الاي ب 2 اف 2 دلتا اكس زائد اف 3 دلتا اكس وهكذا يعني دي تفسيرها مثالي اف 1 دلتا اكس زائد اف 2 دلتا اكس زائد اف 3 دلتا اكس وهكذا. فبتجمع بقى زي ما عملنا هنا بالظبط اف 1 دلتا اكس اف 2 دلتا اكس اف
الثلاثة في الأربعة ده أنت قلت وهكذا. لما يتجمع كل ده يدي لك إيه؟ يدي لك الوقت من أول فين لفين؟ من أول إكس 1 لإكس 2. الناس بتوع الرياضة عندهم لنا بقى المشكلة دي. قال لك بدل ما تقعد تحط نقطة نقطة وتقعد تجيب حتة حتة تقسمها والشغلانة الكبيرة دي وتقعد تختار بقى ده إكس 1 ملي ولا تختارها بوينت 1 ملي، أنت لازم تختار ده إكس من بقى لأبد. دلتا اكس دي لازم تقول الى الصفر اصلا. فالناس دول يلا حلوا لنا المشكله. قال لك التجميع بمسافات صغيره يديك التكامل اصلا. هو ده التكامل. طب النقطه الاخيره بقى، التكامل ده بالشكل ده اسمه تكامل غير محدد. صح؟ احنا الوقت اللي عايزين نكتبه محدد ولا غير محدد؟ مشكله دي محدد. لانه من اس واحد ايه؟ من اس اثنين. فبتوع الرياضة حلوا لنا المشكلة. قال لك ايه بقى؟ من اس واحد اس اثنين هيتحل المشكلة. لكن دي مشكلة ثانية بقى، ازاي نتعامل معاها رياضيا؟ هنعرف باي اكزامبل، يعني هنعرف بمثال على طول. عشان نفهم هو ليه كده؟ هنفهم مثال موجود في الشيء. شيك اتنين مسألة اتنين. ركز معايا عشان زي ما اتفقت معايا انت ممكن تقعد تقرا نظري وفي ناس لسه مش هاضمه الموضوع والعمليه كبيره وهو ايه لسه اكس وليه خلينا دي اكس والتكامل وهناخد التكامل ازاي وتقعد تفكر هناخد التكامل ازاي من غير ما تطبقه. لا انت اشتغل مثال على طول. حل مثال وشوف نفسك اشتغل فيه. فهو بدي لك فرص خمسه زي الثلاثه اكس. بس كده تمام. نتيجه معايا يا شباب عندنا برضو 20 كيلو اثر على جسم. الجسم ده 20 كيلو. قالوا لي اكس اكس يبقى انت هتحركه على الاكس اكسس هتاثر بالقوه دي. يعني حتى لو المساله مش مرسومه حاول انت تتخيلها، حاول ترسم لها رسمه توضيحيه تفهم منها ايه اللي بيحصل. يبقى هو عندك اوبجكت 20 كيلو اثرت عليه بقوه في اتجاه اكس، بس القوه دي متغيره. كل ما المسافه دي تزيد اكتر القوه دي تزيد اكتر. عمال بتزق كل ما المسافه دي بتزق بقوه اكبر. بس هو هيفترض انه هيحرك الجسم ده من 2 متر هينقله لغايه 6 متر بس. يعني العمليه مش ماشيه كده لغايه ما لا نهايه، لا ده هو هينقله من 2 متر ل 6 متر. تمام كده؟ يبقى هو كان هنا ده البدايه دي النهايه. يبقى الورك كام؟ يبقى الورك كام؟ مش هنقعد نكتب ونتعب نفسنا. يعني هو التفاصيل المفروض انه هنرسم ونقدم. دي بنسميها شريحه بقى، ممكن نسميها شريحه نوع نقدم بقى. الكيرف ده شرايح صغيره كده وكل شريحه تجيب الورك بتاعها ونقعد نجمع الورك الاولاني الورك الثاني ده الثالث. هتقدم كام شريحه مثلا؟ هتاخد 100 شريحه على الاقل. فوق بقى تجمع 100 مره لغاية ما توصل إيه البديل؟ ها؟ التكامل. حل التكامل. طيب الرياضة بتقول تعالوا نشوف ازاي ننفذها حتى لو انت التفاصيل غايبة عنك شوية. التكامل ده احنا هنعرف نشوف الاستريس تاني ان شاء الله. طريقة التكامل الطريقة المحددة دي انت طلعتها. طب كويس. انا ما اعرفش انت طلعتها كام؟ لا 63 لا 68 صح. 68 صح. اف اوف اكس دي اكس. تمام كده؟ مين طلع 68؟ تمام. دي ناس شغال كويس برافو. عايز
مش مشكله طبقها لي دلوقتي. اهم حاجه تعرف تطبقها. تجاهل من الى من اس واحد لاس اثنين، لان هو مش ماشي كده من صفر لما لا نهايه، هو ماشي من اس واحد لاس اثنين. افرض اس دي اكس، ازاي تطبق الكلام ده عمليا؟ شيل الاس وحطها بكام؟ 5 زائد 3 اكس دي اكس، صح كده؟ تجاهل من فين لفين بقى؟ هو اتحرك من 2 ل 6، يبقى من 2 ل 6. نبتدي نطبق نشوف هننفذ التكامل ده ازاي. تكامل 5 دي اكس ده 5 اكس، مفيش مشكلة. تكامل 3 اكس يبقى 3 اكس تربيع على 2. طب واحد يقول ايه ده؟ انا نفذت التكامل، اعمل ايه 2 ل 6 دي؟ بص بقى دي ان شاء الله في الرياضه هتاخدوها بالتفصيل. بنعمل علامه كده، علامه توضيحيه، وبنعوض مره باثنين ومره بسته، بس بنعوض مره المره الاولانيه نعوض بسته وبعد كده نعوض باثنين. واحد يقول هو ليه بنعمل الكلام ده؟ دي ليها تفاصيل يا جماعه. طبعا كل حاجه اللي احنا بنقولها في الرياضه دي ليها تفاصيل ان شاء الله هتاخدوها. فمعلش احنا الحته دي تبقى رياضه شويه هتفهمها مع الوقت، اهم حاجه تعرف تطبقها. في فرق انك تبقى فاهم الاصل جاي منين وانك تطبقه. فاحنا الفيزكس الاصل الفيزكس الابلاي انك تعمل تطبق الكلام ده، تبقى واخده من الرياضه وتطبقه. معلش انت ما خدتوش في الرياضه اصبر شويه بس اعرف تطبقه ده. فنعوض بستة ناقص نعوض باثنين، هي دي القاعده. نعوض بستة وبعد كده ناقص نعوض باثنين، يعني ايه الكلام اللي انا بقوله؟ بص كده، عوض بستة يبقى 5 في ايه؟ بستة زائد 3، 6 تربيع على ايه؟ على 2، انا كده عوضت بايه؟ بستة، ناقص عوض عن الاكس باثنين بقى. يبقى 5 في ايه؟ في 2 زائد 3، 2 تربيع على ايه؟ على 2. فهمتوها كده يا شباب؟ عملت ايه؟ يبقى احنا الدالة، عندنا دالة اسمها دالة رياضية. الدالة دي دالة في اكس. ممكن تبقى تالت. ممكن تبقى دالة في اكس، ممكن تبقى اكس تربيع، اكس تكعيب، زي ما تقدر. بنكمل التكامل العادي خالص اللي انتوا خدتوه في سنة. اللي هو الكونستنت الثابت يبقى 5 اكس. الحاجة اللي هي اكس نزود الأس ونقسم على الأس الجديد. يبقى 5 ايه اكس بلس ايه؟ اس واحد، لما تزود واحد تبقى ايه؟ 2، نقسم على اس جديد تبقى ايه؟ اكس تربيع على 2. تلاقي الداله اللي هي المتكامله اللي هو التكامل يعني. نعوض بقى الحته الجديده بقى اللي ده اسمه تكامل محدد. يبقى نعوض بستة يطلع رقم ناقص، نعوض 2 يطلع رقم 2. اضربهم بقى من بعض فيطلع في الاخر 68 رقم. ايه رقم؟ 68 جول. يبقى احنا كده جبنا الورك ران باي تبادل الفورس، لان الفورس بيحصل لها ايه؟ الفورس بتتغير مع المسافه. خلاص تمام زي دي؟ هاخد الساعه كمان. الساعه كام؟ 10 تجاميل جدا، 10 و10 تجاميل. 10 تجاميل دول كلهم جدا يا جماعه. بص المثال ده، نديلك الفورس بخمسة لغاية 4 متر. لا ده مثال كده، وده يقل الفورس تقل لغاية 6 متر. يعني بص شباب كأني بزق اوبجكت وانا بزقه ابتديت بأقصى فورس، بوش كده جامد لغايه لما اوصل لاربعه، بعد كده الطاقه بتاعتي بقى تقل تقل، فالفورس ابتدى يقل 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 لغايه لما نفس اتقطع. النفس اتقطع عند كام؟ عند تلت. فيبقى الورك ده على طول بكام بقى؟ دي عمليه سهله 0.24. دي سهله يا جماعه. الورك كام بقى؟
خمسة باربعة. زائد بقى دي مشكلة. احنا لسه حرمنا كام مش موجود الدالة. نكمل من اربعة ستة. ايه البديل؟ ايه البديل؟ المساحة اللي هي بتاعة الحتة دي، المساحة تحت المنحنى، يسموها المساحة تحت المنحنى، جت منين؟ فاكرين من شوية قلنا لما جينا نرسم يا جماعة، مش احنا ضربنا الفورس في الدلتا اكس؟ صح؟ دي ايه الفورس في الدلتا اكس ده عبارة عن ايه؟ دي مساحة، صح؟ يبقى بدل ما اقول تكامل اف دي اكس طب ما انا اقول ايه؟ هجيب المساحه دي خالص. ده دي شرح خطوة في الرياضه كمان. ده اثبات رياضي انك تثبت ان التكامل هو المساحه تحت المنحنى. فعلا ده دي قاعده، خدها قاعده كده. المساحه تحت المنحنى ده هو التكامل. واصلا الورك هو التكامل. يبقى الورك هو المساحه تحت المنحنى. بس مش اي منحنى يعني، خد بالك، المنحنى اللي هو ايه؟ الفورس مع ايه؟ فورس مع المتابع. فورس مع المتابع. فالمساحه بتاعت المثلث ده كام؟ نص، نص القاعده في الارتفاع، يبقى فيه اثنين، فيه خمسه. فالناتج النهائي يطلع 25. تاني يا جماعه ما لقطش الحته دي الفكره بتاعتها. المنطقه الفرصه ما فيهاش مشكله، مشكله. خمسه في اربعه. ده هي برضه مساحه تحت المنحنى. ما هو لازم هو كله مساحه تحت المنحنى. لان هي فرصة ايه؟ في المسافة تديلك مساحة المستطيل. صح كده؟ طيب الناحية الثانية الاف تكامل، تكامل اف دي اف. طبعا الحل الصعب روح بقى هات معادلة الباي ده، انتوا خدتوا معادلة الباي في الماس ولا لسه برضه؟ معادلة الباي تجيب تقاطع مع محور اف، تروح تجيب تقاطع مع محور واي، تعوض في معادله كده معينه تجيب منها معادله اللاين. طبعا الطريق طويل قوي وتقعد تكامل بعد كام تكامل محدد اللي هو العادي بتاعنا اللي هي هتعوض فيه 4 6 هيطلع لك رقم. هيطلع رقم ولا هو خمسه؟ هيطلع نفس الرقم طبعا. ايه الحل الثاني؟ الحل الثاني انك فيزيكالي التكامل هو المساحه تحت المنحنى، دي قاعده يا جماعه. التكامل هو المساحه تحت المنحنى. طب ليه ما عملناش كده في المثال ده؟ ها ممكن ممكن اللي عايز يعملها يشتغل الحته دي. يعني لو عايز يبقى طريقه المساحه بتاعت المنحنى اسم الاف مع الاف ده حاجه تشغل بيها دماغك. اعملها في البيت يعني، حط الاف الاف في مين؟ يطلع الاف في كام؟ 13 ها؟ 11 حط الاف في 6 6 في 3 18 زائد 5 23. ما بين الاثنين ها؟ تبين خط مستقيم، لان معادله خط مستقيم دي اسمها معادله خط مستقيم. لو كنت ما خدتوش معادله خط مستقيم حتى اللي تحت نفس الفكره هتطلع لك كام يا ادم؟ الرقم اللي هي 68 اللي طلعناها ده. فانت قدامك طريقين، يا اما ترسم الاف مع الاف وتجيب المساحه بتاعت المنحنى، يا اما تكمل. ساعات الرسم بيبقى صعب. ما هو افرض جالك رسمه عنيفه شويه. يعني الاف مع الاف ده كده. لا دي بقى صعبة، يبقى ازاي مساحة المنحنى دي؟ لا هنا بقى دي مالهاش حل، لازم في معادلة الكيرف ده وفي معادلة الكيرف ده وتكامل بقى، دي مالهاش حل غير التكامل. احنا بنتكلم اللي هي مساحة المنحنى من الحاجات البسيطة، اللي هي الحاجات اللي ايه؟ اللي فيها خطوط مستقيمة دي بسيطة. ناقصنا كمان كده صح؟ اللي هو الياي، الياي صح؟ سبرينج ده اسمه سبرينج. سترنج ماشي سترنج. السترنج ده انت عارف بيتحرك ازاي؟ ها لو ثابت هنا خلاص ثابت على طول. لو خلاص خبطه ايه اللي بيحصل؟ اه بيروح يمين
وبعد كده يضطر يرجع، بس مش بيرجع لهنا، يبص يرجع اكتر شويه يرجع لهنا. طب بعد ما يوصل هنا الاسبرينج بيبقى ضغط فيكون ايه؟ مرجعه تاني هنا مسوس ده فيقوم راجع كده. ويحصل ايه بقى؟ يحصل انفلات. طب عمليا لو انت عملت ده ايه اللي بيحصل بعد فتره زمنيه معينه؟ بيقف ليه بيقف؟ نتيجه انفجار، ان البلوك ده يحتك مع الارض فبيقف. طب نظريا مش هيقف، نظريا ان هو هيقعد يروح يمين شمال، يبقى هو عند حته صدر وانا حركته زقيته فهبص تلاقيه يروح يمين ويرجع شمال، يروح يمين ويرجع شمال. طب لما بيروح يمين قوي الاسبرينج بيبقى بيحصل له ايه؟ يتشل تطير. ولما بيروح شمال قوي بيحصل له كومبريشن، بيحصل له انضغاط. في كلا الحالتين في قوه في الاسبرينج ولا لا؟ في قوه في الاسبرينج. السؤال القوه دي عكس الاكس ولا مع الاكس؟ تعالى نتخيل كده. انت ده مشدود كده ناحيه ايه؟ لما البريك يبقى مشدود القوه بتاعته بتبقى فين؟ تبقى ناحيه الشمال يعني عكس الاكس. ولما يبقى مضبوط القوه بتبقى فين؟ ناحيه اليمين يعني عكس الاكس. وبالتالي الاف الفورس بتاع البريك بتساوي ايه بقى؟ هي عكس الاكس. وفي نفس الوقت واحد اسمه هوك، الراجل اسمه هوك، قال لك هوكس لو، عمل لو كده صغير، قال لك الاف تتناسب مع الاف طيب مباشر، فحط قانون ماينس تي اف. ده ان شاء الله هنشتغل عليه المره الجايه. كده تاني اسمه السبرينج كونستنت او هوكس كونستنت. خلاص يبقى الفورس بتاع السبرينج بتتغير مع الاكس لينير، كل ما الاكس تزيد الفورس تزيد، اكس تقل فورس تقل. وعكسي ليه؟ لان وانت شكله القوه عايزه ترجعه فين؟ ناحيه الشمال، شكله ناحيه اليمين عايز ترجعه شمال بشكل. لو انت ضغطه بتضغطه ناحيه الشمال هو بيبقى عايز ايه؟ القوه ناحيه اليمين. فالاثنين عكس بعض عشان كده في اشاره ليه. ان شاء الله المره الجايه هنكمل على دي. المحاضره الثانيه هقول لكم في محاضرة الأربعاء مكانها إيه؟ إن شاء الله.